السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام متابعي قناة بداية. أهلا وسهلا بكم في مسابقة زد فرصتك التي تتيح للمتسابق أن يخرج من هذه المسابقة ب 500 ريال وأيضا يخرج بسالب 100 ريال. للأسف ننظر للجانب الإيجابي، ننظر لجانب 500 ريال لعل وعسى إن شاء الله واحد منكم يأخذها اليوم. إن شاء الله كلكم تطلعون ب 500 ريال، قولوا آمين. أنا ما مو طبعا ما نقدر، لازم واحد منكم يطلع بسالب 100، يعني لازم يكون واحد ب 500 وواحد. اسبوعين ما طلعت، حرام اني ما طلعت. وعلى خمسه يطلعون ب 500. شفت الجانب الايجابي كيف؟ الله يوفقكم جميعا. السلبي طغى الايجابي. اي شفت؟ لا لا، الايجابي طغى على السلبي. شوف سالب 100 مو جاب 500. اوف. شوف الفرق. طيب اول شيء نشكر حقيقه الرعاه على دعمهم لهذه المسابقه، نعيد ونكرر خروجك برصيد من هذه المسابقه، يعني مال رصيدي يكون ضعفه كاش في جيبك. نشكر حقيقة جميع الرعاة على مشاركتهم في هذه المسابقة. شو رايكم نبدأ؟ حامي كلكم موجودين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أنا ما طلعت لي أسبوعين. 14 كاملين كذا. أجي ياسر. تركي راح يغسل وراجل مسافر. تركي راح يغسل وراجل مسافر. ومن باقي؟ بس. طيب نبدأ على بركة الله القرعة. أجي يا الله. انا حظي دائما مع اللي يطلعون برا هم اللي يدخلون المسابقه من بدري. سب هلا خالد خير ضده. خالد حامد كان بيعنوينه. خليك تمشي نفك القفل الاسبوع الماضي، خلاص بيطلع معي كل اسبوع. هنا يلا حي اني على يساري طال عمرك. ما تعود بسرعة لاني كذي ما صرت اتفائل بخير. طبعا خالد حامد راح يمثل محل اقدامي. شايف كان اوكي محل اقدامي. راح يمثل محل اقدامي. الله يسعدك يا رب. ما يحتاج، خلاص خلها هنا. لا 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 جيبها. لا تكتم لي كذا. يا سلام. لا كذا بتغطي على وجهك. لا لا ما تغطي وجهك انت، القمر ما يختفي حبيبي. حياك الله يا شيخ. شوف انك تعين لعلمك. لا شوف كذا تبين اكثر. صندوق مسابقات. طيب خالد حامد ما راح يكون منافس لخالد حامد في الجوله الاولى في مسابقه زيد فرصتك. روح. من وده ينافس خالد حامد؟ لا لا شباب هذه ترى ما حلوه. ثقافتك شكلها كيف الحال؟ منافس في المسابقه دي. طيب راح نشوف من راح ينافس خالد حامد في مسابقه زيد فرصتك ونقول ستوب. مسافر قنقر. ممكن كانت مكتوب من نصيبه 500 ريال. تحية يا شباب. السفر منع وروح. تحية. الراجع الحارثي. الله يوفقكم ملك الرجال. ستوب. اوه عبد الكريم الحريبي. يا رجل. نورت الحتة يا باشا. على فكرة عبد الكريم الحربي طلع معاي الأسبوع الماضي ثلاث مرات في القرعة. وأنت كنت مسافر. الله أنت ناوي من الأسبوع الماضي. كنت في الله يعافينا، يعني كنت من بعيد شر يعني في المستشفى. يا أنك تطلع أنت من المطبخ. في المدينة. يا أنك تطلع من المطبخ 100 ولا طلعنا 100. افلح. راح يمثل محل تخيل العود. نعم. نورت الحتة حبيبي. محل ايش؟ سالب 100. يلا محل أقدامي، محل تخيل العود. بسم الله. الجولة الأولى أتوقع أن الأسئلة جيدة. أول شيء أمسي على أخوي راجح الحارثي بالخير. الله يمسيك. الله يوفقك يا ابو معيض ويسر عليك. اللهم امين اللهم امين ويسعدكم جميعا ويوفقكم جميعا في مسابقه زد فرصتك وجميع المسابقات والبرنامج بشكل عام. نبدا على بركه الله. السؤال الاول وركزوا تركيز كامل، معكم 30 ثانيه. السؤال الاول يقول لك الاحقيه بان تجيب بعد ما انتهي من السؤال. السؤال الاول يقول من اول شعب استخدم الفحم؟ الاغريق، الرومان، اليونانيون، الصينيون، الفرنسيون، الفراعنه، السومريون. لا تستعجلون. أول شعب استخدم الفحم. فراعنة. الفراعنة. الفرنسيون. لا الفراعنة كان يشخمطون على الجدران. لا نستعجل. الفراعنة كان يشخمطون على الجدران. يشخمطون على الجدران الفراعنة حتى النقوش. الفراعنة إجابة خاطئة. ايضا الفرنسيون اجابه خاطئه. الاجابه الصينيون واستخدموا الفحم الحجري. زي هذيك الهدف استخدموا الفحم الحجري كاول فحم طبيعي. طبعا اول ما كان في فحم صناعي والحركات اللي نسويها الان فحم طبيعي وفحم حجري، واول من استخدموا هم الصينيون. نبدا على بركه السؤال الثاني. ركزوا، ما زالت رصيدتكم سالب 100 ريال. السؤال الثاني يقول كم سجده في القران الكريم؟ 5 7 8 9 10 15 17. عبد الكريم 14. ركز رجاءً.
شباب رجاء عبد الكريم يا خالد عفوا خالد رجاء خليك في السؤال خليك في السؤال 10 ثواني سؤال انا اتوقع 15 ها اول من اجاب عندي عبد الكريم الحربي 15 بتغير الاجابه 10 يلا هي 15 لكن 15 سجده اجابه صحيحه نعم عبد الكريم الحربي اجابه صحيحه و100 ريال يلا يا رب 100 ريال في رصيدك و200 ريال كاش في جيبك من تخيل العود طيب طب سؤال عام ايش الصوره اللي فيها السجدتين صوره السجده على لساني السؤال الثالث يقول من الصحابي الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ركن من اركان الدين عبد الله بن عباس سعد بن ابي وقاص الزبير بن عوام عباد بن بشر او عباد بن بشر عبد الله بن حزام ابي ابي بن كعب سعد بن معاذ 30 ثانيه لا تستعجلون ركزوا في الاجابات الصحابي الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سعد بن ابي وقاص انت اول من اجبت غير الاجابه الزبير بن عوام سعد بن ابي وقاص الاجابه خاطئه سعد بن وقاص اجابه صحيحه الزبير بن عوام يعود الجميع لسالب 100 ريال انت مقلبت كنك اي والله الزبير بن عوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة 36 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه من يعطينا معلومة عن الزبير بن عوام تفضل يا ظافر ظافر كان يقاتل بسيفين كان يقاتل بسيفين بسيفين هو خالد بن الوليد صحيح أول من سل سيف الإسلام رضي الله عنه وأرضاه السؤال الرابع يقول أين يوجد أكبر مخزون للمياه العذبة في العالم؟ ما يبغى لها هذه الولايات المتحدة البرازيل مصر ماليزيا كندا أوكرانيا تركيا هدوء يا شباب مصر الولايات مصر. المتحدة الولايات المتحدة لا كندا خلها كندا كندا ايه خالد حامد قال كندا والله إجابة صحيحة كندا إجابة صحيحة كندا خالد حامد يقلب النتيجة ويعود ل 100 ريال سويت بها طيب ويصبح رصيدك ايش؟ إذا كنت في الدقيقة وجاب ايش يسمونها هذه اللحظة؟ كيف كنت في الدقيقة؟ 94 جحفلة؟ أقول لك تجحفل عبد الكريم؟ لا لسه ما زال ترى الآن باقي لنا أساليب هذه الكروية ترى ما يحب باقي لنا سؤالين ابتعد عن يعني ممكن أنك تجحفل أنت الموضوع برضو حبيبي الله تقلب الموضوع طيب على العموم السؤال الخامس يقول يلا ماذا يسمى صوت الناقة؟ عزيف رغاء دبيب فحيح دوي سجع حنين ناقة الصوت اللي طلع زياد الشهري وش يسمى؟ اسمه فحيح فحيح كيف حالك؟ طيب؟ فحيح ها؟ دوي فحيح انت جد ركز طيب دوي النمل حنين حنين عبد الكريم حنين وين الحنين في الموضوع؟ خالد حامد فحيح كريم قال لك حنين يا سلام الإجابة يا سلام صحيحة حنين عبد الكريم الحربي إجابة صحيحة والله مرة ما يجي يا شيخ والله ما يجي على النادي وين الحنين في الموضوع؟ والله ما أدري وين الحنين مشتاقة أنت إيش عرفك بالحنان أصلاً؟ أوكي الناقة حنونة هذا ولا حان المراحة معليش لها أصوات أقول هذا صوتها في حال لما تكون حانة مثلا حانة لمحل معين أو شلوها من محلها زين شلوها من مكانها الأساسي إيه أو أنها حانة للولد إذا ما تسمى خلوج تمون على رجال خلوج هذا الصوت يسمى حنين أيوه بس فيها فيها صوت يا شباب شكرا على المعلومة تمون على سعود يا شباب شباب رجاء بس الله يسعدكم وقت السؤال وقت السؤال نلتزم الهدوء اي واحد مثلا عنده معلومه انا اشكر صراحه يعني سعود غربي على المعلومه والله استفدنا
فأي واحد عنده معلومة يقدر يقول لي أنا أقدر أعطيه مثلا معلومة، يعطينا معلومة إضافية على السؤال أو الإجابة، برضو ودنا كلنا نستفيد. كم سؤال باقي؟ باقي سؤال أخير. لا لا باقي سؤال أخير في الجولة الأولى. آه يا أبو حامد، الجولة الأولى يعني فيك أكثر من جولة؟ لا الجولة الأولى أنتم بس، يعني باقي جولة ثانية متسابقين. طيب السؤال الأخير في هذه الجولة يقول: ما الغدد التي تقوم بتصفية الدم وتطهيره؟ الغدة الدهنية، الغدة المختلطة، الغدة النكافية، الصنوبرية، الليمفاوية، الدرقية، العرقية. العرقية أو العرقية. أيضا تقوم بمحاربة الجراثيم. الليمفاوية. الليمفاوية. الله لساني. بتجيب يا عبد الكريم؟ الصنوبرية. الصنوبرية صح أبو حامد. الإجابة خاطئة. الصنوبرية صح. الغدد الليمفاوية إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. خالد حامد الله لسانك بخير. خالد حامد لو تعلمونا بس طلع خالد حامد بكم؟ 100. خالد عبد الكريم صار 100. خالد حامد خرج بهذه المسابقة بمئة ريال. عبد الكريم الحربي للأسف خرج بسالب 100 ريال. الإجابة الصحيحة هي الغدد الليمفاوية. والله أتمنى كلكم تطلعون، لكن المتسابقين هم 10 فقط. وروح يا القرآن.